عشان كده بنقدم النهارده اللي انضم الينا. انا بكرر شكري لمصر خير، وفي بعض الحالات كانت في بيت الزكاه بس حالات كانت جراحيه، مش هقول سمنه. على فكره اي واحد اللي مثلا رجب صابر شعبان ده اللي هنشوفه النهارده 200 كيلو، 200 كيلو ده يعمل ايه ويعيش ازاي ويشتغل ازاي؟ قاعد ولا يعرف يعمل حاجه، ومرض ويقعد بقى ياخد ادويه يكلفك دواء ويكلفك كشف ومحاليل وتحاليل، وعاوز مرض السكر علاجه ايه والضغط ايه ومش عارف شرايين ايه. انا عاوز اشوف الصوره تانية كده، شوف الناس فوق الـ80، ابوس على ايديكم، اخرجوا امشوا، ما عندكش كورنيش، ما عندكش شارع، روح بلاش التكاتك دي. بص دول، طب هنقول دول رياضيين ماشي، بس فيهم هواه. بص الراجل عامل ازاي ما شاء الله، عودوا للحياه، ابتسموا. دور وزاره الشباب، وزاره الثقافه، التربيه والتعليم، المدارس اللي مقفوله افتحوها، اعملوا الملاعب، خلينا نلعب كوره حتى الكبار يبقوا مجانا، حاجات كتير قوي. بكرر شكري لمصر خير، ونشوف الكسب معانا. فهو ده اعتقد 6 عمليات المره اللي فاتت قدمنا منى، هنشوفها برده تاني النهارده. والنهارده رجب صابر شعبان من دهشور 200 كيلو. الف مبروك يا عم رجب، نعيش معاك. اسمي احمد رشاد احمد رمضان، ساكن في دار السلام. اتفرجت على البرنامج بتاع طارق الاستاذ طارق علام وبعت له على الايميل، ومشكورا تجاوب معايا واتصل بيا وبعتني مؤسسه مصر خير، كلموني وجابوني عند الدكتور هنا. عارف الزمنه من زمان، بس طبعا كل السن ما بيكبر كل ما بتكبر معايا. بتفرج على الاستاذ طارق علام، ف جاب عن سمنه وكده، فاخويا بعت له على ايميل على البرنامج، والنهارده جينا عشان نكشف ونعمل التحاليل. سمعت برنامج استاذ طارق علام وهو بيعمل حالات سمنه، واتصلت وبعت له على الايميل، وقام رد عليا واتصلوا بيا مؤسسه مصر الخير، وجيت عشان اعمل الكشف وحددوا لي الكشف والتحاليل. كنت بلعب العاب قوه في النادي الاهلي، ولما بطلت رياضه جسمي زاد، فتواصلت شفت البرنامج بتاع استاذ طارق علام وتواصلت معاهم واتصلوا بيا عشان يعملوا لي العمليه. اتفرجت على البرنامج بتاع الاستاذ طارق علام عن موضوع السمنه المفرطه، قدمت فيها على النت وقبلوا طبعا واتصلوا بيا، وانا جيت دلوقتي عشان عند الدكتور هنا في العياده. بشكر الدكتور محمد تاج الدين، بكرر شكري لاسره مصر الخير وكل المؤسسات اللي بتساعدنا، لان هم بيعملوا بحث حاله اذا كان هذا يستحق ولا لا. عندهم البعد الانساني والعلمي، كل واحد عنده سمنه بتحميه وبتحمي البلد من مصاريف ومن اضرار كثيره هتكون في المستقبل. بقول مبروك لرجب صابر شعبان. يا رجب، رجب الف مبروك. يا رجب عامل ايه؟ الله يخليك يا صفاري، عامل ايه؟ شفت نفسك دلوقتي ولا لا؟ عامل ايه يا باشا؟ الله يخليك.
الف مبروك ليك يا رجب، طمنا عليك. اقفل بس التلفزيون وخليك معايا، اقفل التلفزيون وخليك معايا. حلو قوي الابتسامه دي، حلوه الضحكه دي. دلوقتي انت خسيت كام كيلو يا رجب؟ كان اشكر بصراحه انا خسيت 15 كيلو، نزلت لغايه 175 كيلو. يعني انت كنت 200 ولا كنت اقل من 200؟ كنت 195. يعني خسيت حوالي 20 يعني. اه في الحدود. ايه رايك وانت بتضحك كده قبل العمليه؟ ايه رايك في الضحكه دي؟ طبعا الضحكه دي انا مبسوط صراحه، يعني اللي انا طبعا وصلت ليك، وانت بصراحه البرنامج بتاعك برنامج منداس ونمره واحد في مصر بصراحه. لا ربنا يكرمك، قول لي انت قبل العمليه حالك عامل ازاي؟ انا حالي قبل العمليه بصراحه كان متدمر خالص، بس دلوقتي حالي الحمد لله ونحمد الله. خلي بالك يا رجب انا هقابلك في خلال اسبوع اسبوعين، لازم تبقى اقل من 130 كيلو، هينفع ولا لا؟ ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يسهل. لسه بتاكل ولا قللت؟ لا لسه ما بدأناش في الاكل طبعا. يعني النهارده اكلت كام رغيف عيش يعني؟ لا ما فيش عيش خالص ولا اي حاجه. انا نفسي في اي حاجه خالص يعني الحمد لله. الحمد لله يا رجب، انت بتشتغل ايه يا رجب؟ انا شغال في محل جرينه كده في بلدي. طب هتتحسن بقى وتتحرك بدل ما انت قاعد وتقعد تلف بقى وتبقى ان شاء الله بتحرك يعني. والعمليه دي بصراحه اشكر البرنامج بتاع حضرتك بصراحه وبرنامج الاعداد كله والله. لا انا بشكرك يا رجب، مبروك لرجب، اتفضل الخير. وبشكر الدكتور محمد تاجي الدين بصراحه، دكتور محترم وكلكم محترمين بصراحه. انا بشكرك واتمنى اشوفك في خلال اسابيع تبقى 100 كيلو، 100 كيلو اعمل حسابك على كده. ها